أخبار اليوم. الملحمة التي سطرها رجال القوات المسلحة في التصدي للعناصر الإرهابية في سيناء تضاف إلى بطولاتهم عبر التاريخ. سقط شهداء ومصابون، لكنها ضريبة الدفاع عن الأوطان. وزير الداخلية السيد مجدي عبد الغفار وخلال زيارته لمصاب القوات المسلحة في أحداث سيناء الأخيرة أكد أن القوات المسلحة ستظل دوما درع الوطن وحصنه المنيع ضد كافة المخاطر والتحديات التي تحاول النيل من أمن واستقرار الوطن. وما أظهره أبطال القوات المسلحة والشرطة من شجاعة وإقدام أثناء المواجهات الأمنية الأخيرة بسيناء تؤكد إيمانهم بالله وحبهم لهذا الوطن وعزمهم وتصميمهم على المضي معا في مواجهة إرهاب التنظيمات التكفيرية التي لم تستطيع النيل من إرادة شعب مصر. الحمد لله تمام، الحمد لله. وزير الداخلية أشار إلى أن هذه الزيارة للمصابين تأتي تقديرا واحتراما لتضحياتهم وبطولاتهم ودورهم الوطني في مواجهة الإرهاب. وأكد الوزير خلال الزيارة أن الحادث الإرهابي الأخير أثبت قوة تلاحم أبناء الوطن مع قواته المسلحة وشرطته بهدف حماية مصر وعدم تهديد أمنها وحرص كل مواطن على حماية وطنه، مشيرا إلى أن ما أظهره المجتمع المصري بكافة فئاته وتوحد صفه تجاه الإرهاب خير رد على دعاة الفتنة ومن يقف وراءهم.